بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا إذا مشاهدينا متابعينا الكرام، تواصلنا مستمر وتحدياتنا مستمرة، نسير مع شوطنا السادس بمجموع هذه الأشواط. الشوط السادس يحمل فئة الأبكار المهجنات الأصايل، شوط يحمل التحدي والإثارة، شوط يحمل المنافسة هنا من ضمن الابكار المهجنات الاصايل. نتابع الصدارة والمركز الاول، نتابع القيادة مع مطفية سعادة محمد بن العوضي بن يحيى المنهالي، بينما ننتقل الى المركز الثاني غارة عبد الله بن محمد بن خميس الشامسي، بينما نقلتنا الى المركز الثالث، المركز الثالث الشاهينية علي بن مسري بن راشد الظاهري، بينما نقلتنا الى المركز الرابع، رابع التحديات. وصلت بهذه اللحظات حمد رقم ستة، هذه ستة احمد بن عمهي المنصوري مع غالية، غالية احمد بن عمهي المنصوري، بينما المركز الخامس تتقدم الاغزيل محمد بن خميس بن راشد بن مثله الظاهري، بمثل الظاهري يقدم اللي هي الاغزيل، الاغزيل، بينما المركز السادس، سادس التحديات، وصلت رجوان حمد بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري، هنا يقدم رجوان، بينما المركز السادس، المركز السادس وصلت، تقدمت هنا مجازفه محمد بن سهيل أو محمد بن سعيد بن محسن الفلاحي بالمركز السابع، هذه بالمركز السابع، بينما المركز الثامن تقدمت راهية سعيد بن سيف بن سالم النيادي، ونقلتنا إلى المركز التاسع مشاهدين الكرام، تتقدم مياسة أحمد بن علي بن سلطان السبوسي، بينما المركز العاشر، المركز العاشر شعار اليبهوني يقدم لنا مواري علي بن سهيل اليبهوني الظاهري. هذه النتيجة، نداء أنا الأول للعشرة الأسماء الأولى، للعشرة الشعارات، للعشرة النجوم المنطلقة مع مقدمة الشوط، العشرة النجوم الذهبية هنا بالفعل. تابع يا طالب، تابع، تابع هنا شعارات الخلف الإعلامي التي لم يحين موعد دخولها، الشعارات اللي لم يحين موعد دخولها، ترقبوها في الكيلو الأخير، هناك تظهر الأسماء، هناك تظهر الشعارات بالفعل. نعود إلى مقدمة الشوط بعدما تجولنا في شعارات الخلف الكادر الإعلامي، نعود بكم إلى مطفية، مطفية سعادة محمد العوضي بن يحيى المنهالي، يقدم لنا مطفية على مقدمة الشوط وعلى القيادة الأولى. ركز يا بن العوضي، ركز مع مطفية بهذا المسار، بينما المركز الثاني غارة عبد الله بن محمد بن خميس الشامسي، غادم أبو محمد، غادم مع غارة، وتبتشن الغارة، غارة غارة، بينما المركز الثالث وصلت غالية أحمد بن عمهي بن حميد المنصوري، يقدم لنا غالية في المركز الثالث. المركز الرابع وصل بن مسري، وصل مع الشاهينية علي بن مسري بن راشد الظاهري، بينما المركز الخامس تدخلت هنا اللي هي أيضا راهية سعيد بن سيف، راهية بشعار سعيد بن سيف بن سالم النيادي، يقدم لنا راهية، بينما نقلتنا إلى المركز السابع، المركز السابع دخلت غزيل محمد بن خميس بن مثلة الظاهري في المركز السادس،
المركز السابع تتقدم هنا أرجوان حمد بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري. شعار المقطع اللي تابعناه في الشوط الأول الرئيسية أيضا للجعدان المحليات يقدم لنا أرجوان، بينما الدخول من المركز الثامن، المركز الثامن وصلت هنا المجازفة، مجازفة محمد بن سعيد بن محسن الفلاحي غادم مع مجازفة. المركز العاشر السلوم اللي في المركز التاسع شعار اليبهوني علي بن سهيل اليبهوني الظهري يقدم لنا مواري، بينما المركز العاشر تقدمت بهذه اللحظات اللي هي المسكة نابت بن محمد بن خيلة العامري في المركز العاشر. هذه النتيجة، نداءنا الثاني لهذه الشعارات. بنعود إلى مقدمة الشوط، بنعود إلى مقدمة هذا المسار. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا الثنايا، رقص الكبار، رقص الكبار، تحدي الكبار، منافسات قوية دائما نشاهدها في سباق الكبار، المتعة والإثارة. يسلم الله 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 الله، خمس ابكار في موقع واحد مع الألف ومئتين يا متابعين، بقيادة غارة عبد الله بن محمد بن خميس الشامسي يقدم لنا غارة مع المركز الأول، بينما المركز الثاني الغزيل محمد بن خميس بن راشد بن مثل الظاهري يقدم الغزيل على ثاني الأسماء. المركز الثالث أرجوان حمد بن محمد بن سهيل بن عويضان الظاهري بن عويضان العامري بالفعل هنا مع المركز الثالث. المركز الرابع وصلت هناك أمطفية سعادة محمد بن عوضي بن يحيى المنهالي. والمركز الخامس تدخلت هناك اللي هي راهية سعيد بن سيف بن سالم النيادي. يسلم يا سلام يا سلام، بدأت الحركة، بدأ الانطلاق، بدأت المنافسة. أرجوان غيرت، أرجوان تدخلت، حمد بن محمد بن سهيل بن عويضان، بن عويضان، وشوف بن خيلة، شعار بن خيلة نابت بن محمد بن خيلة العامري مع المسك، وشعار بن مثلة مع الغزيل، وشعار غارة عبد الله بن محمد بن خميس الشامسي. معركة رباعية، معركة رباعية، ولكن أرجوان مع البداية، أرجوان حمد بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري. يسلم يا المعركة، معركة ثلاثية، مثلث ثلاثية ولا أروع، ثلاثية ولا أروع. البداية مع أرجوان، المركز الثاني غارة، غارة وأرجوان، غارة وأرجوان، أرجوان مع البداية، حمد بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري، ولكن غارة عبد الله بن محمد بن خميس الشمس، غارة 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 غارة. يسلم الله 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 الله، غارة بشعار أيضا عبد الله بن محمد بن خميس الشامسي. المركز الثاني أرجوان حمد بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري. المركز الثالث محمد بن خميس بن مثلة. المركز الرابع أيضا كانت فيه راهية سعيد بن سيف بن سالم النيادي رقم 13. المركز الخامس هذه سلطان مبارك بن سالم بالشرقي العامري. هكذا التوقيت الزمني 8:14 سجلت معنا اللي هي غارة بشعار عبد الله بن محمد بن خميس الشامسي. تهانينا والناموس.